صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. النهاردة العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للصداقة. اليوم ده تم تخصيصه بناء على مبادرة من منظمة اليونسكو لإدراك جدوى الصداقة وأهميتها، عشان الناس من كل حتة في العالم يقدروا يكونوا مشاعر نبيلة وقيمة بينهم وبين بعض. وعشان اليوم ده خليني أخدكم كده لمناقشة بسيطة وأطرح على حضراتكم بعض الأسئلة. يعني إيه كلمة صديق؟ طيب إيه هي المواصفات اللي المفروض تكون موجودة في الشخص ده عشان أقول إن ده صديق أو ده صاحب جدع؟ صاحب الجدع هو اللي يشجعك، وهو اللي دايما يفتح لك الأبواب، أبواب النور، هو اللي دايما ينور لك طريقك يا جمال. ده أكيد يا أستاذ. الحقيقة أنا بالنسبة لي الصداقة دي قيمة مهمة جدا، لأنه الأصدقاء دول هم الأسرة اللي إحنا بنختارها. يعني كلنا بنبقى بنتولد بيبقى عندنا أب وأم وإخوات، يعني دول قدرنا، لكن الصحاب دول فعلا احنا اللي بنختارهم، اسرتنا الاكبر شويه اللي احنا بنختار ان احنا نكمل معاها. عشان كده مهم جدا جدا ان احنا نبقى عارفين كده اجابات لبعض الاسئله. زي ايه مثلا؟ هل الصاحب ده فعلا انا واثقه فيه انه يقدر يكون محل ثقه، يقدر يحفظ سر؟ هل اصحابي اللي قريبين مني دول بيدعموني ويشجعوني ايا كان القرار اللي انا خدته؟ لو قرار صح يقفوا جنبي، لو قرار غلط يقدروا ان هم يقيموا هذا القرار ويقوموا قراري من غير ما يكونوا بيحكموا عليا. هل هذا الصديق دايما قادر ان هو يحسسني بالسعاده، قادر ان هو يحفزني عشان اطور من مهاراتي في الحياه؟ هل هذا الصديق بيديني طاقه ايجابيه من وقت للتاني، بيقف جنبي في اصعب المواقف؟ اسئله كتير جدا لازم نجاوب عليها يا شاذلي عشان نقدر نقيم دائرة العلاقات اللي حوالينا. مظبوط كلامك، الصديق الحقيقي فعلا دايما هيسمعك، هيكون منصت ليك في كل أزماتك اللي هتمر بيها. الصديق الحقيقي هيعرف إمتى يسكت وإمتى كمان يفتح لك قلبه، إمتى يتكلم، إمتى يسمع لك. الصاحب الحقيقي هو اللي دايما هتلاقيه بيوفي وعده معاك في كل اتفاق بيحصل بينك وبينه. هتلاقي الصديق الحقيقي فعلا في حياتك لما تشوف في شخصيته إنه ما عندوش أي دوافع أو أي مصلحة في انه يصاحبك. دايما بنقول كده ان احنا مش بايدينا ان احنا نختار اخواتنا، لكن بايدينا دايما ان احنا نختار اصدقائنا. ففي مجموعه من القواعد كده على اساسها بنختار اصدقائنا يا جمال. فاحب اعرف انت ازاي بتقدري تحددي ان الشخص ده يصلح صديق او لا؟ بص، عاده الناس بتقول العشره او السنين او الوقت اللي انت تعرف فيه هذا الشخص. انا ضد الموضوع ده تماما، ملهاش علاقه خالص. في ناس تقول لك في المواقف الصعبه، برضو لا، لانه وارد انه يكون حد انت وقعت في موقف، على فكره حد قريب او بعيد مش شرط يكون صديق، هو من شيمه ومن سماته ان هو جدع فبيقف معاك. لكن انا دايما بشوف انه الصاحب بيبان او الشخص فعلا الحقيقي اللي بيكون قريب منك وبتختاره كصديق وقت تضارب المصالح. هنا دي نقطه مهمه جدا. هتشوف مش هنقول ان احنا عايشين في اليوتوبيا والمدينه الفاضله ويفضلني عن نفسه، لا، بس على الاقل يحفظ يقدر كمان مصلحتي مثلا معاه، ان هو ما يختارش نفسه على حسابي وخلاص. ده بالعكس، ده يبدي مصلحتي عليه. مش شرط عشان ما نبقاش مثاليين زياده عن اللزوم، بس على الاقل يعني يحطها في حسبانه. فاهم قصدي؟ في حاجات كتير جدا لازم تكون في الصديق او الشخص اللي انت قاعد معاه اللي بتعتبره صديق، ان هو وانت بتتكلم تبقى عارف انه حافظ لاسرارك، ما تفكرش مرتين وانت بتتكلم، ما تبقاش شاكك وانت بتتكلم. شخص في موقف من المواقف الصعبه جدا يقدر يقف معاك حتى لو انت غلطان، يقف معاك من غير ما يحكم عليك، وبالعكس قدام الناس لا انا متفهم مثلا موقفه وموقفه حصل، بيبرر حتى لو هو عارف ان انت غلطان. فاهم قصدي؟ في حاجات كتير جدا لازم تكون في الصاحب موجودة عشان نقدر نقول عليه كلمة إن ده صديق مقرب ليه، لأن كلمة صديق دي كبيرة جدا جدا. مظبوط كلامك. أنت بالنسبة لك إيه بقى؟ لازم في مجموعة زي ما أنت قلت كده من الحاجات، بس أنا برضو من الناس اللي بتؤمن دايما بالعشرة. يعني أنا مسألة الوقت بتفرق عندي. أنا أصدقائي اللي عايشين معايا من زمان وموجودين معايا دول ناس عدينا بمراحل كتير قوي في حياتنا، عدينا بأفراح وعدينا بأحزان كتير وعدينا بمواقف صعبة وعدينا بظروف كانت صعبة علينا كلنا. فلما أكون موجود في ظرف صعب وألاقي حد من أصدقائي واقف معايا في كل ظرف صعب بمر بيه، موجود معايا في كل حالة فرح موجود معايا، ده بالنسبة لي صاحب. يعني ده بالنسبة لي أقدر أختار إن ده فعلا يكون صاحب. جمانة قالت نقطة مهمة جدا، الصاحب اللي بجد فعلا اللي ما تفكرش في الكلام وانت قاعد معاه، بتتكلم براحتك، ممكن تقول اي كلام انت عايز تقوله وانت قاعد معاه. لكن فكره انك تقعد تفكر في الكلام، يعني انت لو ليك صاحب وبتفكر في الكلام قبل ما تقوله ده ما يعتبرش صاحب. صح.
لان انت دلوقتي ممكن تتخيل ان هو يفهم الكلام بطريقه غير اللي انت تقصدها، او انه ممكن ياخد الكلام على محمل تاني، او يغير مفهوم الكلام، او يتنقل الكلام منك لشخص تاني ويتم تحوير الكلام وما يوصلش بالطريقه اللي انت كنت تقصدها، ده ما بيبقاش صح. او يستخدم الكلام في موقف بعد كده ضدك. مظبوط. يعني طب ما انت قلت كده كذا كذا، طب ما انت عملت كذا كذا كذا. لا يعني بجد فعلا انا بحس ان الصداقه دي من كتر ما هي مهمه جدا يا شاذلي، من كتر ما هو صعب ان انت تلاقي صديق حقيقي، ليها شروط كتير جدا. فمش اي حد نقول عليه صديق مقرب، مش اي حد نقول عليه دي زي اختي او ده زي اخويا. ممكن يبقى فيه معارف، ممكن يبقى فيه زملاء زي انا وانت كده. شكرا. لا لا مازر طبعا صديق عزيز، اخ عزيز. بس فعلا لازم يكون فيه شروط كتير جدا. بكل تاكيد طبعا لازم يكون فيه شروط لازم نحطها قدامنا واحنا بنختار ان الشخص ده هيكون صديق او مجرد زميل عمل. احنا طبعا في شغلنا وفي حياتنا بنقابل ناس كتير قوي، مش بالضروره كل حد ان انا برتبط ان انا بشوفه بشكل يومي معايا في الشغل، ان انا بشوفه اكتر ما بشوف اهلي في البيت، ان انا بقابله في مكان الشغل بشتغل 9 ساعات 10 ساعات فبقعد مع الشخص ده، مش بالضروره ان الشخص ده يصلح انه يكون صديق. اه احنا قاعدين مع بعض وبنفطر مع بعض اليوم طويل، ده احنا بنتكلم في 10 ساعات مثلا جمانه شغل. صحيح. فاكيد بنتكلم مع بعض، لكن هل ده يصلح انه يكون صديق او لا؟ ده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده في حلقتنا ان شاء الله. بالظبط. مهم زي ما احنا كنا بنتكلم يا شاذلي ان احنا فعلا نقيم دايره علاقتنا، نبقى عارفين اللي حوالينا دول. ده مش معناه انه لا والله الشروط دي مش موجوده فيك فاحنا مش هينفع نبقى اصحاب، لا. بس مش ما ينفعش كل دايره علاقاتي يبقى لازم يكون صديق مقرب، يعني ممكن يبقى حد معرفه لطيفه، حد قعدته لطيفه. مزبوط. حد ممكن نكون بنتفاهم على فكره في الكلام، ممكن حد بحب اسمع نصايحه، عنده خبره في حاجه معينه. ده مش معناه خالص ان لازم الشروط دي تكون متواجده. انا بتاع نصايح، انا بتاع نصايح بالنسبه للاصدقاء. يعني انا بيقولي وقت النصايح بيقولي عشان ما يعملوهاش، يعني ما اتمتع به من حكمه. طبعا اكيد اكيد يا شاذلي اكيد طبعا. يعني على اي حال ده زي ما قلنا لحضراتكم اسئله كده خلينا نتناقش فيها مع بعض، ونصبح طبعا عليكم نبدا معاكم حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.